متابعي قناة أنفاس بريس، مرحبا بكم في هذا اللقاء الخاص. غادي نناقشوا فيه مشاكل اللي تتخبطوا فيها مجموعة من ممولين الحفلات جراء الأزمة تاع كوفيد 19. يعني هذه سنة تقريبا والعديد من ممولين الحفلات ينتظرون إعادة النشاط من جديد وإعادة يعني المساهمة في تنشيط الأفراح والأعراس. أخذنا نموذج من هذه الممولين الحفلات، سي إدريس ميسور، هو المحل ديالو تيتواجد في مقاطعة البرنوسي في مدينة الدار البيضاء. سي ميسور مرحبا بك. سي ميسور، هذه تقريبا سنة وانتم النشاط ديالكم متوقف، يعني هضر لي شوية على الإكراهات اللي تتعانيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الإكراهات والمشاكل اللي كنعانيو منها راه ما كتقدرش تحصل، راه بما فيهم الإنسان كما كنقولوا في الضرائب، بما فيهم الكراوات، بما فيهم الموضوع، بما فيهم المصاريف اليومية ديال الإنسان، هادو راه في حد ذاتها مشاكل. بلوس هادشي هذا هو المشكل العامي النفسي ديال الإنسان، راه عام الإنسان هو كيتخبط غير مع نفسه. وشتي تقريبا الا بغينا نديروا واحد الحجم تاع الخسائر، شحال تاع الخسائر اللي نتوما نجمات على الازمه؟ ما نقدروش نحسيو الخسائر حيت كل واحد على حيده. كل واحد على حسب الكابيتال ديالو، على حسب راس المال ديالو. راه بما فيهم مثلا الانسان كاين اسباب اصحاب القاعات اللي غارقين كريديات، هذوك بالنسبه للانسان اللي كاري. عندنا بالنسبه لنا حنا كالمحالات والكراوات، انسان ربما حتى هما الكراوات راه الغرق هو هذا. وبالنسبه لكم انتم ممولين الحفلات، يعني خدنا النموذج على البرنوسي، واش كاين شي تنسيق بيناتكم؟ كاين شي اتصال بيناتكم؟ الحلول اللي تتفكروا بها مستقبلا ولا كل ساد على راسه؟ لا 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 لا، ما كاينش كل واحد ساد على راسه. يعني كاين كما كنقولوا حنايا راه كاين التنظيمات بما فيهم كما كنقول لك انا الفيدراليه الممولين الحفلات، بما فيهم الرابطه، بما فيهم يعني راه عده اتحادات. يسمح لي شي واحد لما عجبش الاسم ديالو، مي كاين تنسيقيات هنا مثلا على جهه الدار البيضاء كامله، كل عماله عندها تنسيقيه ديالها وكنسقوا بيناتهم هاد الناس ديال الممولين. وكاين شي اتصال مع السلطات الولائيه هنا في الدار البيضاء باش على شكل ثلاث كشي اللي تيديروا فيه مثلا ارباب المقاهي ولا ارباب الحمامات؟ لا 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 لا، بالنسبه لولايه الدار البيضاء ولا الناس ديال الحكومه، السلطه ديال الدار البيضاء ما عندهمش هذه الفلوس، حيت هذا قرار حكومي. يعني كتبقى مثلا هاد الاتحادات وهاد الفيدراليات وهذا كينسقوا مع الناس ديال تاع الحكومه. انتم تتسنوا دابا الحكومه ترفع شويه من هاد الاجراءات اللي اتخذتها باش تحد من كوفيد 19. المطلب الوحيد بالنسبه لهذه المهنه والمهنيين هذا هو الرجوع للعمل. رجوع العمل في اقرب وقت، حيت الانسان راه صافي وصل البلافو. واش تصور انت دابا من هذا الممول الانسان ما يلقاش باش يمشي للطبيب، ما يلقاش باش يشري الدواء، ما يلقاش باش يخلص كرا، ما يلقاش باش ياكل. مياني راه عده، ما نقدرش نحسب ليك، هادشي راه بزاف. بالنسبه للناس اللي كاري المحلات كيفاش يتصرفوا في هذه المده تاعها؟ وراه هذا هو الغرق. اش قلت لك؟ الانسان راه غرق، راه هذا هو الغرق. راه الانسان هو خاطر ونوض مثلا كما كنقول الحكومه تعطيك باش تستأنف العمل ديالك، راه الانسان باش غير يكيبيري هادشي هذا راه خاصو واحد سنين. شحال تقريبا باش تريكيبيري؟ تقريبا واحد 3 زون الانسان على الاقل باش يعني بيب. كنقول لك انا راه كاين كاري ب 10، كاين اللي كاري ب 8، كاين اللي كاري ب 6، كاين اللي كاري 8 شنو؟ 8 المليون بالنسبه للقاعات. يعني الانسان عام وراه حسبها شحال هذيك، كيفاش غيدير تاني كيبيريها؟ بليس هادشي هذا انت ساد عام وساد بقرار من الحكومه والضرائب كتجيك ديال الزبيل فاهم، كيفاش غدير ليها؟ انت ساد والحكومه اللي موقفاك ومصيفطه لك الضريبه، ما كتقدرش تعرف شنو الواقع. يعني في العوض ما كانوا يخصوا لكم شي دعم، دابا تجيكم ضريبه؟ دابا راه هذا هو المشكل، راه المطلب الوحيد اللي كنا كنطالبوا به هو الدعم. دابا ما بقيناش الدعم، الدعم عارفين الدوله ما يمكنش غادا تعطي الدعم لشي واحد او لشي قطاع كيما بغى يكون. دابا حنا كنطالبوا باستئناف العمل وفي اقرب وقت، هذا هو المطلب الوحيد اللي عندنا. ما عندكمش التغطيه الاجتماعيه، الصناديق الاجتماعيه ما مخرطينش فيها ولا؟ ولا تتسمى في فين تدخلوا تسمى في اطار القطاع الغير مهيكل ولا؟ وبالنسبه لهذ المهنه راه 90% غير مهيكل، هذه المهنه 90% غير مهيكل.
هذه وحده. حتى بالنسبه للدوله ملي ما فكرات في يد العامله ديال هاد الناس ديال الممولين راه عطاتهم يعني 3 موا ديال لا سينيسيس بحالو بحال القطاعات الاخرى كامله ماشي غير هاد المهنه هذه ولكن المهن كلها. شحال تقريبا انت تمارس هاد المهنه؟ خويا اش غنقول لك راه تقريبا واحد 30 عام. هذه اصعب فتره دوزتي في حياتك؟ وراه ما عمري يعني في حياتي تقريبا دابا راه 60 دابا ما عمري كنت كنتخايل باش غادي نطيحوا في هاد البياج هكا. ما عمري وما كاينش اللي كيتصورها لا في العالم كامل ماشي غير المغرب ولا حنا ولا ما كاينش اللي كان منتظر هاد المشكل غادي يوقع. ويعني المطلب ديالكم انتم خاص اعاده فتح هاد المجال هذا. دابا كاين جايه تقريبا العطله الصيفيه والعطله الصيفيه اللي كتصرفوا فيها الافراح والاعراس انتم عندكم شي امال باش يوقع هذا الفراج؟ سي نورمال ديما عندنا امل، امل بالله سبحانه وتعالى راه كبير. المشكل اللي عندنا اللي قلت لك انا هو بالنسبه للمطلب ديالنا الوحيد راه هو الرجوع للعمل في اقرب وقت. هذا هو المطلب اللي كاين. والمشكل اللي كاين عاود هو بالنسبه لهاد التنسيقيات وهاد هذا يعني ربما راه كاينه وقفه لو 16 مارس الذكرى ديال الوقوف على العمل راه كاينه وقفه يعني على صعيد الوطن. يعني تفكروا ديروا شي وقفه احتجاجيه؟ لا ماشي كنفكروا راه فكرنا فكرنا وانا كنطلب من الممولين ومن المساهمين في هذه المهنه هذه كلهم يتضامنوا بعضياتهم باش تكون هذه الوقفه ناجحه ان شاء الله. سي دريس واش كاينه شي علاقه ما بين التنظيمات اللي تتمثل القطاع تاع الممولين الحفلات؟ إذا كان عندكم انتم تنسيق على مستوى البرنسو واش كاين تنسيق على مستوى القطاعات والتنظيمات اللي تتمثل الممولين الحفلات؟ خويا بالنسبه للممولين ولا بالنسبه للتنظيمات اللي كاينه دابا يعني اصلا هما تقريبا اش غادي نقول لك راه كاين واحد 7 تنظيمات ولا يسمح لي شي واحد الا ما جبتش الاسم ديالو لشي تنظيم من التنظيمات راه بما فيهم الفيدراليه للممولين الحفلات بما فيهم الرابطه بما فيهم الفيدراليه للمهنيين وبما فيها الاتحاد لارباب مسيرين القاعات يعني هادو اصلا كلهم الهدف ديالهم واحد راه هو النهوض بهذا القطاع هذا والتنظيم ديالو والمسائل ديالو ولكن ملي كنشوف انا هما اصلا ما فاهمينش بعضياتهم علاش هما ما توحدش ديك الرؤى ديالهم بيناتهم وينوضوا بهذا القطاع هذا هذا هو المطلب اللي عندي انا. ما تشوفش بان الكورونا خصها تكون سبب باش يعاود لهذا القطاع ينهض اوصل من جديد ويتوحد كما قلتي الرؤيه ديال هاد الناس هذه؟ هذا هو المطلب ديالنا بالنسبه للناس اللي مسيرين هذا الشان هذا علاش ما توحدوش هما بيناتهم هما يتوحدوا لا يتوحدوا هما راه غيتوحد المهنه كلها غادا تنوض. شحال تقريبا تاع عدد الممولين الحفلات في غير في الدار البيضاء مثلا؟ ما نقدرش نحصى عليها لا تحصى راه حصة الأسد في المغرب راه هي الدار البيضاء هي الدار البيضاء ما كاينش إحصاء اللي هو رسمي ولا لا ما يمكنش شي واحد يقدر على شي حاجة رسمية ما كاينش يكذب عليك كذاب. شكرا أستاذ. بما فيهم اللي مقنن واللي ما مقننش واللي عنده لا سوسيتي ولا اللي ما عندوش ولا هذا يعني راه المهنه كبيره وهذه المهنه هذه راه كتجر معاك راه بزاف القطاعات راه بما فيهم تاكزارت بما فيهم موالين الدجاج بما فيهم العقريه بما فيهم الصناعه التقليديه بما في راه لا تحصى راه شحال كتجر مع هذه المهنه هذه يعني راه بزاف ديال المشاكل اللي واقعه. شكرا سي ادريس مرحبا خويا قناة انفاس بريس شكرا جزيلا على التتبع والى اللقاء في فرصه قادمه ان شاء الله.